حر الصيف يزيد من الإقبال على المسابح بمدينة وجدة. ممارسة السباحة تبقى الملاذ الوحيد لمن يريد الهروب من الحرارة المرتفعة التي تشهدها المدينة هنا بهذا المسبح الذي يتوافد عليه الكثير من الزوار مع بداية فصل الصيف. كان جينا للمسبح لحقاش عندنا مسبح عائلي وكاين الامان مقارنه مع البحر، يعني بالنسبه للوليدات كيعوموا بخاطرهم، كاين الميترناجور وهذا الموجه ديال الحراره اللي هنايا جات لهذه المنطقه الشرقيه، يعني بغينا نستغلوا هذه العطله ديالنا ونجيبوا الوليدات هنايا يعوموا. كنعانيو من ارتفاع الحراره صراحه، والمنتجع الوحيد والمنتجعات الوحيده اللي كنلقاو فيها راحتنا هي لابيسينات. كنجيو هنا نجيبوا الوليدات ونبردوا شويه، لي ميترناجور كذلك، يعني في اي بلاصه تمشي لابيسين يعني وليداتك في امان الله، لي ميترناجور دايرين بهم، يعني ما تخافش من حتى حاجه الحمد لله. حنا كتجيو في هذا لابيسين القرب الحمد لله، كنجيو مع العائله والوليدات حتى هما يلعبوا ويبدلوا الجو مع الحراره اللي كاينه الحمد لله، كان واجواء جميله الحمد لله، ولحقاش قريبه باش من الظروف على حساب الوقت على حساب، ولا كتنا الظروف كنمشيو للسعيديه الشاطئ السعيديه. الفضاءات هذه تجمع ما بين ممارسة السباحة والترفيه، مسابح لكل الفئات تشكل قبلة مفضلة لدى الكثيرين من أجل الاستجمام وهروبا من قساوة الطقس. المهم هذه السنة عندنا مجموعة الاستعدادات لهذا الصيف، وهو زدنا واحد لابيسين جديد ديال لي فام 100%، وعندنا لابيسين هنا ميكست بالنسبة للنساء الرجال، والبيسين ديال الدراري الصغار. كيجيو عندنا الزوار هنا باش يفوتوا واحد الفترة، واحد النهار كامل عندنا هنايا، كنستعدوا يعني الاستعداد اللي كتكون عندنا، وهو أنهم كنوفروا لهم واحد الراحة ديالهم وكنعطيهم الخدمات اللي بغاو. بين بحر ومسبح هي وجهات مختلفة يقصدها المواطنون خلال هذا الفصل، وتعد السباحة واحدة من الرياضات التي تعود بكثير من الفوائد على جسم الإنسان، فضلا عن استرخاء ذهني وشعور بالانتعاش.